قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم يعني ابن عبيد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أرقاءكم أطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم.